احنا يعني معانا على الهاتف الكابتن ايهاب عبد الرحمن لاعب منتخب مصر هو النادي الاهلي. اهلا بك يا ايهاب. اهلا بحضرتك يا كابتن. ازيك يا كابتن؟ منورنا ومنور قناه النادي الاهلي. ربنا يخلي حقيقة، ده شرف ليا اني مع حضرتك ومع كابتن ياسر بصراحه. حبيبي يعني طمنا عليك، واخبارك ايه؟ وهل يعني مركز في التمرين؟ هل عندك اشتراكات جايه جديده؟ هل محليا برضو اشتركت في كل البطولات اللي فاتت؟ يعني كلمني الفتره اللي فاتت واللي جايه عندك ايه؟ والله الحمد لله، احنا الفتره دي الحمد لله تعتبر ما عندناش اي حاجه غير تمرين. ان شاء الله بطولات الجمهوريه هتبدا يوم 25/12 ان شاء الله باذن الله. من بعدها هيبقى الموسم الجديد عندنا بيبدا شهر 5 بعدها على طول باذن الله. ان شاء الله. احنا دلوقتي مركزين ان احنا نتمرن اعداد للفتره الجايه ان شاء الله كلها. طب ايهاب، انت بتتمرن في مركز الاولمبي صحيح؟ انا في استاد القاهره. استاد القاهره والمركز طب قول لي في استاد القاهره. طب قول لي ايهاب، يعني 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 قيم لي تجربتك في مشاركتك في الاولمبياد. يعني انت كان طبعا يعني عندك طموحات ولسه ما زال عندك طموحات، يمكن انت من اللعيبه اللي كورونا ظلمتها بشكل كبير، يعني تأهلك جه في وقت متأخر بدون إعداد جيد. قيم لي التجربة في الأولمبياد، هل هي مفيدة ليك؟ استفدت ولا لأ؟ والله حقيقة هي التجربة كانت مفيدة جدا ليا. أنت عارف حقيقة كانت بعد أربع سنين توقف، ما كانش في تمرين وما كانش في ماتشات وبطولات، فكان الرهان إن أنا أرجع وإن أنا أرجع أعمل نتيجة، دي كان بالنسبة لي حاجة صعبة جدا. بس الحمد لله ربنا كرمني وقدرت ان انا ارجع، وده يعني فضل ربنا وفضل طبعا كل اللي واقفوا جنبي، النادي الاهلي، الجهاز، الاتحاد. انا بصراحه لوحدي ما كنتش اعرف ارجع، يعني لو مش هم كانوا في ظهري ودايما في ظهري بصراحه، يعني ودي شهاده حق انا اقولها. كابتن ياسر كان دايما على طول دايما معايا في الصغيره قبل الكبيره بصراحه. فانا حابب اشكر كابتن ياسر واشكر النادي الاهلي وطبعا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب والاعضاء كلهم بصراحه. عايز اشكرهم كلهم عشان هم كانوا شركاء في ان انا اقدر ان انا اروح الاولمبياد. ناس كتير استغربت ان انا موجود في الاولمبياد، ناس ما كانتش مصدقه ازاي انت بعد 4 سنين وكمان سنه كورونا 5 سنين تبقى موجود معانا هنا. فانا بقول لهم يا جماعه ده مش انا لوحدي، لا هم في دافع كان محطوط قدامي خلاني ان انا اوصل لده. فانا بشكرهم كلهم، يا رب اكون عند حسن ظنهم في اللي جاي باذن الله. ان شاء الله يا ايهاب، وانت عند حسن ظننا على طول ودايما مشرفنا في كل مكان. وخلينا اسالك، يعني يمكن اكيد في بطولات كورونا بدا الموضوع يعني يقل شويه وبدا يبقى في التطعيم ودول كثيره فتحت المنافسات، هل بتخطط للمشاركه في احد البطولات الدوليه؟ عندك بطوله عالم، عندك بطوله افريقيا، يعني كلمني على المستوى الدولي عندك ايه؟ والله هو السنه الجايه ان شاء الله. السنه اللي فاتت كانت صعبه جدا، ما كانش في بطولات، كان دايما كل الدول قافله. السنه الجايه باذن الله ان شاء الله وضع مختلف، عندنا افريقيا، عندنا بحر المتوسط، عندنا بطوله عالم، عندنا بطوله كاس عالم، في ملتقيات ان شاء الله في اوروبا باذن الله. كل ده باذن الله ان شاء الله في خطه ان شاء الله ان انا اشترك فيهم من بدايه شهر 4 ان شاء الله. ده ايه كل ده؟ يعني عشان ربنا يكرمني في بطوله العالم في يوجين ان شاء الله في شهر 7 نعمل بديله فيها باذن الله. وخلي بالك يا هاب، انت هتغمض وتفتح عينك 2023 هتيجي وهيبقى خلاص كله بيستعد لاولمبياد باريس. حضرتك احنا كلنا بنستعد لاولمبياد باريس من امبارح مش من النهارده. يعني سنتين ونص يا دوب تقدر تتمرن، يعني دوب تقدر تقول انا خلاص اتعلمت من الاخطاء اللي كانت في 21 في الاولمبياد، ايه اللي انا وقعت فيه غلط و دلوقتي احنا بنتعلم منه عشان ما نعملوش تاني. طب قول لي يا ايهاب، يعني يمكن احنا شايفين طفره، يعني مش هنقول اسامي طبعا بس هنقول طفره في مجال الرعاه. يعني مش هنجيب طبعا اسامي حد، ولكن بدا الموضوع يعني يبقى في باركه امل، وبدا في بعض الشركات الكبرى وبعض المؤسسات الجميله اللي بتسعى لتوفير يعني راعي للاعبين الاولمبيين زيك. شايف ده في طفره السنين اللي فاتت ولا لسه محتاجين اكتر؟ لا لا والله في طفره كبيره جدا دلوقتي. كل اغلبيه اللاعبين الالعاب الفرديه كلهم اغلبيتهم دلوقتي عندهم شركه رعاه، وهي شركه واحده طبعا. بصراحة يعني موفرين حاجات كتير احنا كنا مش موجودة قبل كده، ما كناش نعرفها. فدلوقتي بقى اللاعب دلوقتي بيحس ان هو بيلعب في منظومة كاملة. رعاة، نادي بتاعه، الاتحاد، كل ده اللاعب ما بيلاقي كل الناس سبورته. برضه في حاجة يعني انا في حاجة فعلا انا لازم اشكر مجلس إدارة النادي الأهلي عليها. احنا دلوقتي بقى في تواصل من مجلس إدارة النادي الأهلي وفي تشجيع كابتن محمود الخطيب والاعضاء كلهم، في تشجيع للاعبين كلهم، مش العاب القوى بس، للاعبين كلهم. فبقى في دافع عند اللعيبه كلهم ان هو احنا لازم نبقى كويسين.
يعني دي حاجه بالنسبه لي كانت دافع كبير جدا بصراحه، يعني ان انا ابقى في سبورت جامد كده، فده كان دايما بيخلي الواحد دايما هو لا في مسؤوليه لازم تبقى كويس. فانا بشكرهم كلهم والله، بشكر يعتبر فريق كامل ان هم بينجحوا الرياضه في مصر، فانا بشكرهم وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. طب قول لي يا ايهاب، يعني اي لاعب كبير بيتمنى ان تجربته عند العالميه وتجربته في الاولمبياد لا تتوقف عنده، بيتمنى يشوف حد غيره يعني يمثل مصر يبقى على نفس القوه وعلى نفس الاداء، ومش هيزعل ابدا لو يتفوق عليه، لانه في الاول والاخر احنا بنشرف بلدنا. انت شايف حد من اللعيبه اللي طالعه صغيرين يا ايهاب، انت شايف انه ممكن يكون خليفه ليك في الملاعب؟ بص انا اقول لحضرتك يا كابتن، هو طبعا في لعيبه كتير كويسين جدا، بقى في قاعده كبيره جدا في العاب القوى، النادي الاهلي بقى في قاعده كبيره، بقى في اكاديميات دلوقتي، بقى في لعيبه كبيره جدا. اسامي انا مش هظلم حد عشان في لعيبه كتير، يعني في مصطفى، في ماجد، في لعيبه ما شاء الله، كلهم لعيبه جامده جدا. هي بس الفكره كلها ان محتاجين شويه في ان احنا نغير طريقه التفكير شويه، اللي هو الاحتراف غير الهواه، ان انت تحترف اللعبه دي، ان انت خلاص عايش للعبه دي غير الهواه، محتاج تمرين، محتاج شغل. بس انا بشوف دلوقتي يعني مثلا عن تجربتي انا، مدربي هو كابتن محمد نجيب، هو مدرب النادي الاهلي. فانا بشوف بالنسبه للمكان اللي انا موجود فيه، الكوادر كمدربين اللي موجوده لا كلها كوادر عالميه. انا عندي كابتن محمد نجيب، كابتن خالد شاوي، كابتن ناصر فتحي، كابتن ناصر داوود، بصراحه منقي كوادر توصل لنتائج عاليه جدا. بدليل بقى بسم الله ما شاء الله اغلبيه المؤهلين اللي بيروحوا بطولات عالم والاولمبياد كلهم نادي اهلي. صحيح، دي ملاحظه صحيحه. انا بقول لحضرتك، فاحنا عندنا الحمد لله رب النادي الاهلي جايب احسن كوادر موجوده في مصر، كابتن ياسر مختار الكوادر بعنايه وبدقه. انا بشوف ان شاء الله في طفرات جايه كتير جدا، وده ناتج عن شغل مش ناتج عن طفره كده. طب خليني اتكلم في نشاطك، في لعبتك اللي هي الرمح يعني. خلينا نتكلم، انت شايف حد طالع يعني شباب، حد 18 سنه 19 سنه 17 طبعًا سنه؟ طبعا شايف يعني في حد في مجموعه بروميسنج انت شايفهم ممكن يبقوا زيك يا ايهاب في يوم من الايام؟ ان شاء الله، يعني في مصطفى الشريف وماجد ما شاء الله، دول حاجه كويسه جدا، حاجه مشرفه جدا، يعني ارقامهم بالنسبه لسنهم حاجه مشرفه جدا ما شاء الله. يعني نتمنى ان شاء الله الموضوع ده يعني يبقى في يعني زي ما بيقولوا استنساخ، يعني طبعا مش استنساخ على مستوى الشخص، ولكن استنساخ على مستوى النشاط وعلى مستوى النتائج والنجاحات. طب ايهاب، كلمني عن يعني انت كان عندك بعض الصعوبات في موضوع التحاليل، الدوبينج تشيك او تحاليل المنشطات قبل كده، او في ليك تجربه يعني تعرضت فيها للظلم يعني بصراحه، ولكن شايف الفتره الجايه انت اكتر تركيزا في هذا الموضوع، واخد بالك اكتر، حاسس ان التجربه دي فادتك؟ طبعا طبعا طبعا، دلوقتي بقى في كل حاجه بحساب، دلوقتي مفيش حاجه بتتاخد مش معروفه مصدرها ايه، او بمعنى صح خلاص احنا بقينا بقى في فريق بيعرفك، فريق طبي يا جماعه دي ما تتاخدش، دي ما ينفعش. بصراحه برضو بقينا اي حاجه قبل ما بناخدها بنرجع للنادي المصري، وهم بصراحه بيساعدوا جدا 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 في النقطه دي بالذات، فبقت الدنيا بقت اسهل بكتير من الاول، بقى في تواصل على طول 24 ساعه. وخليني برضو اقول لك ان انت اكيد تعرضت او يعني خضعت لتحاليل بعد الاولمبياد وقبلها، يعني اكيد خضعت. طبعا. كم تحليل بعد الاولمبياد وقبلها يا كابتن؟ انا حللت 3 قبل الاولمبياد، وبعد الاولمبياد حللت هناك واحد يعني تقريبا الاربعه الحمد لله، يعني لما يبقوا سلبيين دي برضو اشاره ان الحمد لله انت واخد بالك من نفسك، ونتمنى ده التوفيق، لان خلي بالك هي وان شوت، يعني ايه لا قدر الله حصل اللي انت رحت حللت، مش انت يعني اي لاعب يعني راح حلل مفيش هزار، يعني القرار بيطلع ورا نتيجه ظهور النتيجه، عينه يعني العينه نتيجتها بتظهر القرار وراها على طول بالظبط، فبتبقى وبتقعد بقى انت اللي بتجري ورا الموضوع ده، بتحاول تستأنف وتحاول تقول يا جماعه لا انا مظلوم لا لا لا، فبتبقى الموضوع صعب. فهي الله يكون في عونكم، الموضوع يعني سيف على رقبتكم الموضوع ده الحقيقه. بالظبط. هو دلوقتي الميزه زي ما بقول لحضرتك، دلوقتي بقى في مرونه وتعامل مع النادي المصري، بقى هو الباب مفتوح لينا كلنا، احنا كان في شويه مفاهيم غلط عندنا، دلوقتي لا خلاص احنا اي حاجه بنرجع لهم فيها، فبقت نسبه الغلط تعتبر زيرو. صحيح. فبقت الموضوع بالنسبه لك اسهل، دلوقتي بقى اسهل، انت عارف ايه اللي بتاخده وايه اللي بيتحط، فانت عارف ان انت استحاله يحصل حاجه عشان انت ماشي على المعايير بالظبط. صحيح. ايهاب عبد الرحمن نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر في رمي الرمح ووطننا الاولمبي، بشكرك شكرا جزيلا.